هذا أول نموذج، وبنى بتنفيذه توربينات الرياح، نموذج حلزوني. شفراته مثل الملاعق، عبارة عن نموذج تجريبي فقط لقياس سرعة الرياح، أو ممكن إضافة مولد لكن نستبعد الإضافة. تم تنفيذه قبل سنة أكثر من سنة. وهذا ثاني توربين رياح عمودي قمنا بصناعته وتصميمه، وهو يعتبر أول توربين رياح قابل للإنتاج، يعني إحنا نقدر ننتج منه ونصنع، بحيث أنه سيتم التركيب عليه مولد وجير بوكس لإنتاج الكهرباء، وتم تثبيته بطريقة جيدة، وهو يعمل بشكل ممتاز مع الرياح، حيث أنه يدور مع الرياح الخفيفة. يبدأ بالدوران عند سرعة رياح تصل إلى 3 متر في الثانية. وهذا ثالث توربين رياح عمودي قمنا بتصميمه وصناعته، حيث يحتوي على شفرات انسيابية ليعطي الشكل الحلزوني من أعلى إلى أسفل، ويمتاز بمقدرة عالية في التقاط الرياح، وأيضا سرعة دوران أعلى من السابقات، وعزم دوران قوي يعني بشكل. ويحتوي على 4 شفرات انسيابية مصنوعة من الحديد المجلفن، وارتفاع الجزء الدوار يصل إلى 5.5 متر. وبقطر دوران 1.8 متر، ويبلغ ارتفاع التوربين بالكامل عن سطح الأرض حوالي 12 متر. لاحظ انسيابية الشفرة، طبعا الشفرة تتكون من عدة أجزاء لصناعة الانسيابية هذه عشان تدي الشكل الحلزوني.